فيه خلاص 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 ما بيعرف شيء. لكن إذا تبحث عن طبيب ترى في غيره أفضل وأحسن بعد. أحمد أحمد أنا خلاص أنا عندي إشكاليات وياه وما أقدر أكلمه. مو المهم تعرف شو المشكلة اللي بيني وبينه، بس المهم إذا تبحث عن طبيب دكتور نفسي في موجودين وكثر بعد. لا لا مناسب يا سالم. سالم أبي خالد تحديداً. أبي أنا أكلم خالد. أنت طرش للرقم وهو بيتخزن عندي. خلاص فهمت يعني خلاص؟ إيه أبي أطلع. سالم أنا محتاج أطلع الحداق أكثر من أي وقت. أوكي. يلا 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 الله يسلمك. يلا روح زين يلا. يا عذاري يا عذاري خلاص مليت مليت أنا. أنت لازم تتعالجين، مو معقولة اللي قاعد تسوينه. عذاري أنت صديقة بنتي، تعرفي إيش معنات صديقة بنتي؟ حرام عليك. أنت لازم تفهمين، لازم تسمعيني، لازم تفهميني. ما يصير روحي تشوفي لك أي شغلة تسوينه خلاص. يلا بخيرك. أنت عارف طارق ميت بقاله قد إيه؟ ولا أنت خلاص ما بقتش تحس؟ الزمن وقف عندك لحد كده؟ اهدي شوية اهدي شوية يا ريهام. بس أنا برضه معذور، مش لازم كلنا يبقى عندنا نفس ردة الفعل على المواقف حتى لو كانت قاسية. أنا بسأل سؤال واحد الحين، ما أمك كانت معترضة على طارق عشان موضوع سباق السيارات والخطر ولا وما ينفع، إيش معنى شريف؟ ولا وضعه غير مختلف صح؟ ولا تعالوا تعالوا لا يكون أهلك ما يعرفون. أهلها ما يعرفوش؟ في إيه يا عم مالك؟ أنت من ساعة ما دخلت وأنت عمال تحد في طوب. على فكرة حتى هي جرحتني بس أنا مقدر. اللي مات ده برضه مني أنا كمان. وبالنسبة للوضع أنت عارفه كويس. شغلي في البنك يأمن لي حياتي وأعيشها كويس. وأعرف أتحول لبني آدم عنده أسرة وبيت. حلو الكلام. أنت حتكون أب رائع. وأنا مشكلتي يمكن إني ما قد تخيلتك يا ريهام إلا أم عيال طارق. عموما شلون صار اللي بينكم هذا؟ متى؟ كيف؟ وين؟ دقيقة دقيقة ولا سؤال يحرجكم. من باكر إن شاء الله العمال بيشتغلون وبيرجع المطبخ مثل ما كان. إن شاء الله. خطاكم السو. إن شاء الله ليلى ترجع البيت وتشوف التغييرات الحلوة بدل هالسواد اللي ترس البيت. أحمد قم خلنا قاعد برا يا باشا. إيه قولي لي شلون نفسيتك؟ شلون لا يا أحمد؟ يعني مت رايح تجيبها من المطار؟ لا يا عمي لا. أحمد وأنا عمك لا تواجه العناد بعناد كذي، أنت تستفزها المسكينة. أنا أدري أنك مضغوط ولا أنت متحمل، لكن صدقني ترى هي عليها ضغوط كبيرة أكثر منك. والله يا عمي أنا ما قاعد أفكر في من هو الغلطان والله من هو المضغوط. أنا متوقع رد فعل ليلى، هذا اللي أنا بيه بالضبط. اللي تقولينه غريب يا بنيتي. أحمد كان هني قبل يوم العيد ولا يا طارق عن اللي انت تقولينه. أصلاً ما كان مبين علينا في شيء صاير ما بينكم.
انت ايش تبي اقول لك؟ اكيد ما عنده الجرأه انه يتكلم عن اللي سواه هناك، بس انا اعرف شلون اخذ حقي منه. انا بنتقم منه، بحرمه مني، بخليه يفقد البيت اللي انا سبب في استقراره، وباخذ منه بنته فرح. فرح نايمه فوق اصلا، هي هني قبل لا يرجع احمد. ليش اللي صار؟ انا كلمتكم وكلمتها، ما حد قال لي شيء. فرح ما فيها شيء. ليلى، فرح نايمة فوق بدارج، الحين تشوفينها. استغفر الله العظيم. يبقى ساب الحريجة اللي في البيت مو مبرر لخيانته. يبقى هذا كان متفق بالبداية أصلاً قبل لا أسافر بعدنا نشوفها في نيويورك. الموضوع فيه شيء غريب. أحمد مو من هذا النوع من الناس. يلف ويدور ويمثل. في شيء غريب في الموضوع. في بلل زوجي وفي فاتن. هذه الصدمة لي، ابدا ما كنت اتخيل انها تكون هذه بالذات. قومي يا بنتي، قومي نامي، وباكر انا اتصل فيه واعرف من الموضوع بالضبط. على فكرة انا كلمت بعمر وقلت له عن كل شيء، وقال لي لما تردين بنسولف، بس انا ما راح اكلمه علشان لا يظن اني انا قاعد اركض ورا احمد ولا اني حاتي. بهملها مثل ما أهملني، وبشوف شنو آخرتها. لا بس برافو دكتور خالد، برافو. مكان مريح جدا. يا بخت المرضى اللي يونك. لا لو سمحت، أنا ما أسميهم مرضى ترى، هذول أصدقائي. حلو، تعبير جميل جدا. عيل استلم صديقة جديدة لك، بنتي حنين. العيال كبرت ما شاء الله. حنين بالجامعة كذا الحين، يعني انت سنتين بتصير يد. ايش قصدك يعني؟ يعني الحين انت اللي شباب، هذه بس لان انا وسالم اكبر منك بشوي، ها؟ ولو انت متزوج في الوقت الصح كان عيالك هذول كلهم طولك، ولو مو سابق كان بينت الشيء. شو نسوي بعد يا اخوي؟ مهلتنا تشيب احنا. يا دكتور لا تخرحها، صديقة جديدة. لا نقصد الدنيا تشيب. يا رجل همومها تحزن وتحير، وناس همومها تضحك. لا، ناس صارت هشة وعودهم خضر، يعني مشاكلهم صارت أتفه من أن نسميها مشاكل أساسا. شايلين السلم بالعرض مكبرينه وصغيره. يلا عيل استلم صديقتك اللي يريده وتشوف لنا هل هي شايل السلم بالعرض ولا بالطول؟ لا حنين ما شاء الله عليها سلمها قدامها للسماء ورجولها ثابتة عليه. واضح اني مو على بالك بالمرة. اي ليش انا حسيت انك فتحت لي الباب؟ مو معقولة انا يتهيأ لي. انت اصلا ما اقتنعت انك تتوسط حق رؤى الا لما كلمتك. سوالفك معاي وابتسامتك اللي تترس وجهك لما شفتك بالمستشفى، معقولة كل هذا كان عادي؟ لا يمكن خاف. إيه راجع نفسه وخاف يحبني وأنا كبر بنته. بس شلون أطمنه؟ شلون أتشجع عقب الكلام اللي قاله؟ فتح التليفون تقول كلاشينكوف.
قبل ما أسلم حتى رماني بوجهي وما أعطاني ولا فرصة أقول أي كلمة. سمعتيني؟ فهمتيني؟ مرعب، وحش وحش مرعب. عقلك الباطن يظهر لك طارق في الناس القريبين منه، يهمني كم العلاقات، 5 10 أصدقاء عندك مو مشكلة، تروح القهوة معك 2 3، تروح السينما معك 5 6. كنت عايزني اعمل ايه؟ اهرب عن الناس وانزمي زيك؟ كان لازم اكمل. وبعدين انا المفروض اعاتبك والومك، كنت فين وانا محتاجه لك؟ سالت عني؟ سيبك مني، سالت على طنط عاطف ولا حتى رحت عزتها؟ كنت مستنياك ده كله عشان لما اشوفك اشوفك صلب طولك. احنا مؤمنين وما بنخافش من الموت، هو الفرقة بيوجع شوية بس الحمد لله احنا راضيين بقضاء ربنا. ريهام كويسة أظن، كلمتها مرتين تقريبا، ردت عليا بعد كده اختفت تماما، شكلها كده غيرت رقمها، حابب تبعد عن الناس زيك. بص يا بسام، احنا مش عيال صغيرة علينا وصية من حد، ولو قررنا نرتبط مش هنستأذن. انت عارف طارق ميت بقاله قد ايه؟ ولا انت خلاص ما بقتش تحس؟ الزمن وقف عندك لحد كده؟ يا ابني يا ابني المدة ما بيختارش، بيجي كده قدر من عند ربنا. يا الواحد مش هيموت بسبب سجاير ولا بسبب شيشة ولا بسبب سندوتشين كبدة، قدر وقت ما يجي هيخبط ويختارك ويقولك تعالى. مفروض لا، بس خلصت اللي وراي وقررت ارجع. تمام، كلهم بخير الحمد لله. وانت ايش سويتي بالعيد؟ شلون دكتور نبيل؟ طيب فيلم ايش؟ عربي ولا اجنبي؟ اقول عربي ولا اجنبي؟ اوكي انا موافق، بس دكتور نبيل ايش بيقول؟ لا لا لا،
احسن نكلم الشباب وسوي لنا جروب خلينا نطلع كلنا سوا. لا 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 انا وياك لا مو لحالنا. انا خاف على نفسي، انا خايف عليك مني. طيب خلاص رتبي وكلميني. يلا يلا باي باي. باي. لا كان جايكم بالطريق. ايه بس كافي حد بس. يبا اي جازة ثلاثة ايام وانا بالبيت. اي ما خلينا مكان ما رحنا، من مكان لمكان، من بيت لبيت، من عائلة لعائلة. خلصنا العوائل، خلصنا يدان العوائل ويران العوائل بعد. لا تعيب، لا 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 شي تخربط شي قاعد تقول. اي لا 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 يبا هذه أول سنة مر علينا، أول عيد مر علينا وإحنا متزوجين. إيه لازم نروح ونطلع ونجي ولازم الناس تشوفنا ويا بعض. خوش مع السلامة. عندك بحرية يا ريس مرو شرقية، يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصلني حبيبي يا ريس. السلام عليكم. عليكم السلام. أهو جه هو اللي اختار الفيلم مش أنا. يا جماعة الفيلم مو مهم، المهم حنا كنا طلعنا مع بعض عشان سينما على حساب بسام. جدي صرت منا وفينا. آه يعني أنت من أول حاطين احتياط صح؟ صراحة كنت حاسة إنك مغرور وشايف نفسك. أوف. لا حرام مش مغرور بس خجول شوية. يا اخوي مو مهم هذا، المهم انك تكون سخي في الامتحانات وربع التعاون ما دلع. يا ابني ارحم نفسك، ده انت ناقل الورقه كلها، ناقص تكتب اسمي. والله العظيم انا لو ابويا عرف هيذبحني. والله انا اللي بذبحكم، واحد يقول لي عشا وسينما على حساب بسام والثاني يبيني غششه. كفيلكم انا ها؟ الامتحانات وش صار يا جماعه؟ وش صار المتر؟ وينك انت؟ النتائج معلقه على الباب كل دكتور، ولا الاخش فيه؟ طمعان فيك. خطاكم السوي يا عمي، شلون ومتى وعسى ما حد تعور. الحمد لله انا كنت مسافر، يعني فعلا الحمد لله انها هي عدت على خير. الحمد لله. اي عمي انا جاي اشكرك، بغيت اقول لك ان انا رديت المعهد، واحب اطمنك ان ما راح تشوف ولا راح تسمع مني الا كل خير ان شاء الله، وما راح تندم ابدا ان انت تدخلت بموضوعي. مبروك مبروك يا را، وانت ذكيه وتستاهلين، وانا متاكد ان انت تعلمت من غلطتك ولا افتكر ان تعيدينها مره ثانيه. امي كانت تبي تشكرك بنفسها بس تراولي الوضع بالبيت الحين ما يسمح. عزيزه وغالي سلمي عليها وجايتك انت تكفي. عمي بنتك وين؟ حنين بالجامعه. زين خلينا نستأذن أنا ورؤى الحين عشان خليك ترتاح، إن شاء الله بنتطمن عليكم وبنكلم حنين. إن شاء الله أنتوا يعني مرة ثانية بعد اتصلوا بحنين رتبوا وياه علشان تقدرون تجون أي وقت. إن شاء الله. مع السلامة أمي. مع السلامة. العافية. مع السلامة. أمي. أحمد، أحمد أنت زعلان مني؟ أنت مو معقولة، أنت فعلاً قليلة أدب. عذاري، أنت إيش تبين بالضبط إيش تبين؟ أنا بقول لك، أبيك ما تعاند مشاعرك، أبيك ما تحسب حساب حق أحد. أحمد أبيك تكون على ثقة أن اللي من بيننا سر وراح يتم سر. أنت طلعين برا البيت هذا نهائيا، تنسين البيت هذا، وحنين بنتي تنسينها نهائيا تماما، عارفه؟ وبلا قله ادب. ويلا برا برا. يبا اول ما توصلين تتصلين فيني علشان اتطمن. ان شاء الله يبا،
وانت بعد بقول لي سلمك، لا تخليني حاتك اخذ ادويتك وكل عدل وعن الحركات يمين ويسار والمشاكل. ان شاء الله والغنيمه حاضر. تليفوني كيرن؟ هند؟ يبا منو هند؟ ها؟ ارد ولا ترد؟ لا لا ما يحتاج. هذه واحدة يبا عندها لوحة حق ولدها عندي اشتغل فيها، انا ما خلصتها للحين، عاد بتسأل هي بس. اكيد يبا، ما عندك مني مني؟ لا ما عندي، ما عندي الا عيالي بس. والله طلعت يا ابو عمر مو هين، هند. الله السلام حبيبتي. جوي الله يسلمك يا جوي. شفت اللي صار؟ ايه ابوي وفرح قالوا لي لو سمحت بس اسناد لي على الخدامه عشان ما يجنطوا. خدامه ما حرفيش نفس السياره؟ لا انا يا بالجنطه هذه بس باخذ اغراض لي والفرح. البيت خلص ما عاد يسعنا يا احمد. ظاهر يا ليلى ان انت فاهمه وايد اشياء غلط. خلاص خلني انا افهم الصح بطريقتي وبعدين بصراحه ما ابي احرجك بتفسيرات وتبريرات علشان لا اضطرك تكذب. انا اكذب يا ليلى؟ سويتش سيارتك موجود بدارج فوق، تقدرين تروحين تاخذينه. لا 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 لا، ما هي مسألة اجتهاد ولا مسألة ذكاء. أنا ما عندي شيء فعلياً أسويه هنا بالكويت إلا المذاكرة. أصحى من النوم أذاكر، وأنا قاعد بالبيت أذاكر، وأنا بالجامعة أذاكر، وقبل ما أنام أذاكر. بتذاكر وأنت نايم كمان. أحياناً وأنا بحلم، وشكلكم أنتم بتحلمون إني أجيب أكثر من سي، هذا السمستر مستحيل أنا عارف. سي؟ سيبك من الناس الفاشلة دي وركز في اللي أنت جاي تعمله بجد. وبعدين بقول لك إيه، دلوقتي العملي لازم نبتدي. شوف لي بقى هتختار مين يشتغل معانا. تفضل، مسوي لنا لجنة علي جابر ونجوى كرم. لا ناصر القصبي. بعتي لي الصورة. حاضر دلوقتي على طول. ان شاء الله عليك يا بسام، بسرعة تأقلمت مع الجامعة حتى ما قمنا نشوفك. لا وعلى آخر السنة هيخطف لقب أول دفعة من سارة. نعم. يا بنتي ده أنا بذاكر له وبذاكر لكم كلكم أصلاً. أها. شلونك يا فاطمة؟ شلون خالتي وشلون مؤيد؟ لا على أساس إنك ما تروح تزورها في المكتب؟ راح أشوفها في المكتب ليش؟ لا ما راح أشوفها في المكتب، لو راح أشوفها في المكتب ليش أسألك عنها؟ لا وما تروح تزورها يعني برا المكتب ما تتواعدون برا؟ لا وحتى خالتي ترى ما رحت لها بالعيد ولا سلمت عليها بليز لو شفتيها اليوم قولي لها بسام بيجيك البيت يسلم عليك. يما منك أنت بس. عن إذنكم أنا بستأذنك. لا تنسي ها؟ انت شو بدك تفشلينا مع الناس؟ شو يخصك فيهم؟ ليش تتدخلين بشيء ما يخصك؟ انت اللي ما يخصك حبيبتي وبعدين هذا ولد خال زوجك طيب؟ طيب، سلمي على زوجك وزوج خالتك وكلهم، بس لا تفشليني مرة ثانية، باي. اوكي باي. مجنونة. كلها ان شاء الله أربعة أيام وينتهي المؤتمر. اليوم الخامس تيجي. ترجع بالسلامة إن شاء الله. طبعا هذه الصغيرة ودلعتك. والله شو اقول لك يا ام علي يعني مو بالضبط، انت تدرين اسماء شخصية مسؤولة وجادة، يعني مسألة ان دلع هذه صفة لا ما يجوز. رغم ان هي اخر امل لي، لان تدرين ما بقى لي حد من العيال غيرها. انت ليش كذي؟ ليش محسس ان عمر مو موجود؟ عمر اصلا ما هو موجود يا ام علي. يتهيأ لك هذا ولدك مهما يكون، ولو صار اي شيء راح تلقاه قدامك انه تايم. اتمنى رغم ان مثل ما يقولون عيال عزوه، لكن اللي افكر فيه انا واللي خايف منه باكر اللي تزوجت اسماء وانشغلت بزوجها وبيتها أكيد ما هي طلع علي ولا هي شايفة ورقعت وياي،
أم علي أنصحك نصيحة إنك تتزوجين علشان تجيبين إخوان حق علي علشان ما تندمين بعدين عقب الكلام اللي بقوله لك الحين. بصراحة أنا ودي أقول لك شيء بس أخاف تزعل. أفا قولي يا أم علي ما راح أزعل. أنا أحس لأنك خايف من وحدتك هذا اللي معطل نصيب أسماء. لا لا بالعكس، اللي تقولينه هذا غلط. كل ما في الأمر إن إيه ما ياها نصيب على الحين. هند أنا بقولك كلام بس أدري إنه ما تفهمينه غلط. لا عادي قول، ما راح أفهمك غلط. هند أنا ما قمت أستطعم القهوة بأي مكان ومع أي إنسان إلا معك. شيء طبيعي، القهوة مو طعم وريحة بس، القهوة مزاج وقعدة حلوة وسوالف وفضفضة وانسجام. هذه من أعطاها رخصة هذه؟ حول ولا قوة إلا بالله. هذا من صدق. صدق ما صارت، كل إشارة لاحقني، كل لفة لاحقني. يا بنت الذين، ابغى تسوح. يمين يمين. تعداك. تصور كان يبيني احلف على المصحف اني ما اشوفك ولا اييك. بايق الحركة من ابوي الله يرحمه. ودي حلفت اي؟ لا طبعا، وهو متأكد اني راح اييك. لحظة، أعتقد عيب كذي. شو العيب؟ شنو شو اللي عيب؟ لاحقني من أول ما طلعنا من الجامعة لهني، ما تستحي؟ أنا لاحقك؟ إي لاحقني، ما فكيت عني ولا دقيقة. أنا ما فكيت عنك، أنت اللي ماشية، أنا ماشي قدامك أساساً، أنا أصلاً ماشي قدامك وأنت ماشية وراي، وقبلها نص ساعة معطلة الشارع كله ما تعرفين تسوقين، أنت من عندك الرخصة؟ طلع الرخصة من وين؟ على فكرة أنت وايد جريء ولسانك وايد طويل وما تستحي على وجهك. أنا ما استحي على وجهي صح؟ أولاً أنت اللي لحقتني وأنا واصل قبلك، وثانياً عيب تقولين هالكلام، أوكي؟ توكل على الله.